85% نسبة تقدم أشغال خط السكة الحديدية في شطره الواقع بولاية تسمسيلت على طول 17 كيلومتر، كما تم إنجاز جميع المنشآت الفنية الكبرى. المحطة راهي في وشك الانتهاء، احنا لي دي لي كونتراكتويل تاعنا راهم في جوان 2019، ونتمنوا بالك نسلموها قبل هكذا، قبل جوان 2019. المحطة الرئيسية للقطار بعاصمة الولاية هي الأخرى تشهد تقدما كبيرا في أشغالها وتجهيزاتها لتوفير خدمة عمومية راقية بالدرجة الأولى. محطة للمسافرين وهي كذلك محطة للبضائع، فيها 5 محطات، هي المحطة الرئيسية على مستوى ولاية تسمسيلت. هذا يسمح من تحسين الخدمات في النقل، وكذلك ربط شبكة النقل هذه الشبكة الحديدية لتسمسيلت بالشبكة الوطنية للنقل المسافرين عن طريق السكك الحديدية. نعتبر من أكبر المشاريع اللي استفادت منها الولاية لفك العزلة، وكذلك بالدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى هذه الولاية. خط السكة الحديدية الرابط بين مختلف ولايات الهضاب العليا سيعمل حتما على تنمية كل المناطق النائية وتسريع حركة نقل المسافرين والبضائع.